الدراسات التعليم العربية درس كوين هرش العربي تردا عبد الله أشوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إلى هذا البرنامج لتعليم اللغة العربية. بلكم إزوا وننشري نكوين هرش العربي. تاكن درسنا من يو شيني الأشياء واتو أبوبوا في المدرسة أمكرنتا سبورة ببان ألو كرسي كجيرا مكتب تيبرن كراتو كتاب للتافي دفتر للتاب الربوت طباشير ألو لوح كرم ألو حقيبة جكة ممسحة مجوجي جرس كروروا قلم الكلمي مسطرة رولا حاسوب كمبيوتر هاتف ويا في البيت أتكين جدا حصيرة تابرما سجادة دردوما باب كوفا نافذة تاغا حائط بانغو طابق دبانكسا مروحة فانكا أريكة دوغور كجيرا ستارة نابلي مرآة مدوبي سرير جدو كدر تكنيا ملعقة توكلي مقلاة كسكو سكين وكا طبق كانو كوب كوبي زجاجة قلبة ثلاجة فرجي تلفاز تلفزيون مذياع راديو مكواة دوسن جوجا طاولة تبري وسادة متاشنكي سلة كوندو مكنسة سنسيا مشط متاجي شمعة كندر مقص المكشي صندوق أكواتي وتجب أن كسن تيوا تردمو أتكن ونن تشا تامو تأشوار 360 تيفي ومن كاومكو شريشري مكمنتا ودن مع السلامة.